بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس ابن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذا الحديث ورده المصنف رحمه الله تحت باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الترجمة تفسير لهذه الآية الكريمة وما ورد فيها من حديث: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، يعني أزيل عنها الفزع، هو الخوف الذي أصابهم لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. أولا، هذا فيه إثبات عظمة الله عز وجل وخوف الملائكة منه، ثانيا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وهي صفة فعل يفعلها إذا شاء سبحانه، فهو تكلم ويتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل، تسمعه السماوات والملائكة فيخرون لله سجدا خوفا من الله سبحانه، ترتعد السماوات من كلامه سبحانه وتعالى. وفيه فضل جبريل عليه السلام وأنه الأمين على وحي الله، يتلقاه من الله ويبلغه حيث أمره الله من عباده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، النواس ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي. نعم، وأن الوحي كلام الله سبحانه، ومنه القرآن الكريم، ومنه التوراة والإنجيل،
ومنه الأحاديث القدسية كلها من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، صفة فعلية يفعلها متى شاء. وأما كيف يتكلم هذا لا نبحث فيه كسائر صفات الله، ما نبحث عن الكيفية، وإنما نؤمن بالصفة ونؤمن بمعناها، وأما كيفيتها نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. أهل السنة يقولون الله تكلم ويتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه، فهو صفة فعلية أفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام يسمعه جبريل ويبلغه لمن أمره الله جل وعلا بتبليغه، لأن جبريل هو الأمين على الوحي، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام، والروح يعني القوي، نزل به الروح الأمين المؤتمن على ما يحمله الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة. أخذت السماوات منه رجفة، السماوات بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت. نعم. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، لأن السماوات تسمع كلام الله ولذلك ترتجف من خوف الله سبحانه وتعالى، وكل شيء سمعه بحسبه، كل شيء يسمع سماعا بحسبه. نعم. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. نعم. من هيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيما لكلامه، فهذا فيه رد على الجهمية الخبثاء الذين ينفون كلام الله ويؤولونه بأن الله خلق الكلام، خلق الكلام لا أنه يتكلم، تعالى الله عما يقولون. عذب الإمام أحمد وامتحن بسبب المعتزلة عند كلام الله عز وجل، لأن الإمام أحمد يثبت كلام الله وهم ينفونه، و صاروا حول الخليفة المأمون وأثروا عليه، أثروا على المأمون، فعذب الإمام أحمد وسجنه وجلده، لكن الإمام أحمد ثبت يقول هاتوا لي دليلا أصير إليه، عجزوا ولجأوا إلى القوة، ولكنه صبر رحمه الله على يد المأمون وعلى يد المعتصم وعلى يد الواثق، كلهم تعاقبوا على تعذيب الإمام أحمد وهو صادق، حتى جاء عهد المتوكل فأفرج الله به عن الإمام أحمد
وأكرم الإمام أحمد وناصره. نعم. عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. وقوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ وهذا من التحري في الرواية، لأنهم يتحرون في الرواية، فإذا كان عندهم شك في نص الرواية جاءوا بالاحتمال خروجا وبراءة للذمة. نعم. شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما. قوله يعني الرجفة والرعدة، المرة هي اسم مرة من الرعد ومن الرجف. نعم. قوله خوفا من الله عز وجل، خوفا مفعول لأجل، أي فعلت هذا خوفا من الله عز وجل. نعم. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس، مع أنها جمادات، ومع هذا تخاف الله وترتعد من كلامه، ترتجف من كلام الله سبحانه، فيها إدراك، كل شيء جعل الله فيه إدراك بحسبه. نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن من شيء لا يسبح، يعني ما من شيء، هذه نافية بمعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه، الجمادات والمخلوقات والطيور في الهواء والبحر والشجر، ولكن كل شيء بلغة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. نعم. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التسبيح هو التنزيه، ما من شيء إلا وينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، ففيها إحساس، يعني السماوات السبع والجبال والأرض والأشجار والبحار كلها فيها إحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى، وتسبح الله بلغتها، بلغتها التي خلقها الله فيها، ونحن لا نسمعها ولا نفهم ذلك. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني من الحجارة تهبط من خشية الله، تتواضع من خشية الله. نعم. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات
تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. نعم، تخشاه وتسبحه بلغتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي جمادات. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم، الطعام يسبح الله، كانوا يسمعون ذلك منه وهو يؤكل. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. نعم، الحصى سبح بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة تسبيحه في كفه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ليري الله العباد من آياته سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. نعم، لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده على جذوع النخل وسقفه بالعريش والسعف، كان يخطب يتكي على جذع، إذا خطب يتكي على جذع نخلة يخطب، حتى صنع له المنبر، جعل له درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المنبر، عند ذلك حن إليه الجذع، حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف رسول الله وأحبه. فلما الرسول ذهب إلى المنبر حن إليه، وسمع الناس حنينه، فنزل صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع فهدأ. نعم. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. نعم. نعم. قوله: صعقوا وخروا لله سجدا. الصعق هو الغشي ومعه السجود. نعم. قوله يعني الملائكة إذا سمعوا ذلك صعقوا، يعني أصابهم الغشي وخروا سجدا لله سبحانه وتعالى تعظيما له. نعم. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها، خبر يكون أول من يرفع رأسه جبريل، يكون جبريل أول من يرفع رأسه من الملائكة إذا خروا لله سجدا، لأنه أمين الوحي. نعم. بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس، ومعنى ويجوز العكس، يكون أول، يكون جبريل يكون أول، يجوز العكس، أول من يرفع رأسه جبريل، يكون أول اسم كان، ويكون جبريل خبر كان منصوب، يجوز هذا، ويجوز أن يقدم أن يقدم الخبر على، يقدم الخبر على الاسم، خبر كان على اسمها. نعم. ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن جبريل عبد الله، إسرائيل عبد الله، كل ما فيه إيل معناه عبد الله، لأن إيل بالسريانية هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل
عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. إيل اسم الله، وجبرائيل وميكائيل كلها عبد الله، بمعنى عبد الله. نعم. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول أمين، لأنه هو المبلغ عن الله، هو الذي بلغ القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب إليه لأنه مبلغ لا على أنه مبتدئ، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. رسول هذا مدح، رسول كريم هذا مدح أيضا. ذي قوة، أعطى الله جبريل قوة أقوى من غيره من الملائكة، ولهذا حمل قرى قوم لوط، حملها اجتثها من أصلها وحملها على طرف جناحه حتى بلغ بها العنان يعني السحاب، ثم نكسها عليهم. نعم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة، وفي الآية الأخرى ذو مرة يعني قوة، جبريل عليه السلام، فجبريل ذو قوة وذو مرة، والمرة هي القوة. نعم. عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش وهو الله قريب، عندية مكانة، عندية مكان ومكانة عند الله عز وجل، وهو أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. نعم. عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع في الملأ الأعلى، مطاع ثم اسم إشارة أي في الملأ الأعلى، أمين على ما تمن عليه من وحي الله عز وجل. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: إنه لتبليغ رسول كريم. قول ما هو بالقول أنه قاله جبريل، الذي قال هو الله، وإنما جبريل مبلغ عن الله عز وجل، فنسب القول إليه لأنه مبلغ فقط. نعم. قال أبو صالح في الآية: قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. قريب من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا دونه الحجاب، حجاب النور، أنوار دونه سبحانه، لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد في الدنيا، إنما المؤمنون، لأن ما أحد يستطيع أن يرى الله، لا يستطيع أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يحترق لما تجلى للجبل جعله دكا، قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يعني مغشيا عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. قال أبو صالح في الآية: قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله صورته الملكية، وجبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، ويأتيه بحضرة أصحابه ويجلس معه ويتكلم معه، والصحابة حاضرون
في صورة إنسان، في صورة دحية الكلب، وكان دحية رجلا جميلا له منظر حسن، فكان جبريل يتمثل به ويأتي إلى الرسول بصورته، والصحابة حاضرون. دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا من هو؟ جبريل عليه السلام. نعم. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله. نعم، الرسول رأى جبريل مرتين، مرة ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، المرة الثانية رآه وهو في بطحاء مكة، رآه بين السماء والأرض له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم، هذا ليلة المعراج. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ كيف يسوى المخلوق بهذا الخالق العظيم فيعبد معه من الأصنام والأشجار والأحجار والأموات؟ ولهذا يقولون يوم القيامة: إذا ألقوا في النار هم ومن عبدهم، يقولون المشركون لهؤلاء المعبودات: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني عرفوا خطأهم لكن فات الأوان. نعم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات كما يفعله المشركون؟ نعم، اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ نعم. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى. نعم. وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، نزه نفسه عن اتخاذ الولد، لأن الولد جزء من الوالد ويشبه الوالد، والله لا شبيه له وليس له جزء من خلقه، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، جعلوا له من عباده جزءا. فالله لا يقاس به أحد ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه، كيف يشبه المخلوق الضعيف للخالق العظيم القادر على كل شيء؟ لكن انتكاس العقول يصل إلى أغرب من هذا. نعم. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضى، هذا أحد شرطي الشفاعة، أن يرضى الله للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله عمله من أهل التوحيد. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو أن أحدا من الملائكة عليهم السلام قال إني إله من دونه لجازاه الله بجهنم، فكيف بغيره، كيف بغير الملائكة؟ نعم. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث، والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم. العبادة حق لله لا يستحقها أحد مهما بلغ من المنزلة، من الملائكة، من الأنبياء والرسل، من الأولياء والصالحين، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز شرعا ولا عقلا. أتدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد، ما حق الله على عباده وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وليس المراد المشركين الأولين، بل عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين في هذا الزمان يدخلون في هذا، كيف يسوونهم برب العالمين؟ نعم. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا نعم. كل المخلوقات عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله عز وجل، من الملائكة، من الآدميين، من الجبال والأشجار والأحجار، كلها عابدة لله عز وجل، خاضعة له. نعم. تسبح بحمده. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحصاهم، أحصى العباد سبحانه من أولهم إلى آخره، وعدهم عدا، عدهم سبحانه، أحصى عددهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يقدمون على الله أفرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع والتشبيه والتشبه، أيضا يتشبهون بمن قبلهم. نعم. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كله جاءت، هذا كل الرسل جاءت به الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى. نعم. من شرح سنن ابن ماجه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية الأولى تفسير الآية، أي آية؟ حتى إذا فزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهو أن الله إذا تكلم بالوحي أصابت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة فيخر الملائكة لله سجدا، ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم ينتهي به جبريل إلى حيث أمره الله. وكل ما مر جبريل على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربنا قالوا الحق. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم. إذا تأملها الإنسان أبطلت الشرك وقطعت عروقه ولم يبقى له أي شبهة. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة المسألة الثالثة تفسير قولهم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وصفوا كلامه بأنه الحق، ووصفوا الله بأنه العلي الذي لا أعلى منه فوق مخلوقاته سبحانه، الكبير الذي لا أكبر منه. ولهذا دائما يأتي التكبير على ألسنة المؤمنين في الصلاة وفي غيرها، يقولون الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، وكل شيء فهو حقير بالنسبة إلى الله عز وجل، مهما تعاظم ومهما فهو حقير بالنسبة إلى الله، ضعيف بالنسبة إلى الله. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك أنهم أصابهم الرعدة والرجفة، يسألون جبريل ماذا قال ربنا الذي سبب هذا الشيء لنا، ما هو؟ نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، قال كذا وكذا مما أوحاه الله أو بعثه الله به من الوحي. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، وأنه أول من يرفع رأسه لأن الله يكلمه ويحمله ما يشاء من وحيه. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. لأهل السماء كل ما مر على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربنا قالوا الحق وهو العلي الكبير، يقول جبريل قال الحق فيقولون هم الحق قال الحق. نعم. يرددون ما قاله جبريل عليه السلام. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم،
نعم، حتى جبريل يصيبه الغشي، كلهم تصيبهم الغشي، ولهذا أول من يرفع رأسه من الغشي جبريل عليه السلام. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. نعم، أخذت السماوات منه رجفها وقال رعدة شديدة، السماوات يعني قوية سميكة ومع هذا ترتجف من هيبة كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، أن الوحي يعني ينزل به جبريل إلى من أمره الله أن يبلغه إياه من رسله وأنبيائه، فيبلغه بأمانة لا ينقص ولا يزيد عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم، من كيفية استراق الشياطين وأنهم يركب بعضهم بعضا في الجو في الهواء حتى يصلوا إلى العنان، يعني إلى موطن السحاب حيث يسمعون الملائكة وهم يتكلمون، فيخطفون من كلام الملائكة ما يخطفون ويلقونه إلى الكهان فيكذب الكهان مع الكلمة الواحدة من التي سمعت من السماء، يكذبون معها 100 كذبة، وهذه الكلمة الحق يروجون بها الباطل، هذا من لبس الحق بالباطل. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، كما وصف الراوي. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهب. أن الشهب التي ترسل من السماء أنها ترسل لإحراق مسترق السمع، منهم من يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها، ومنهم من يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، يلقيها إلى الكهان. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وليه هو الكاهن. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. كلمة واحدة ويكذب معها 100 كذبة. نعم، فيصدقه الناس في هذه الكذبات 100 بسبب كلمة واحدة حق سمعت من الوحي. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هو هذا المقصود بالتلبيس، يجعل هذه الكلمة مع ما كذبه 100 كذبة فيها واحدة سمعت من السماء، هذا من لبس الحق بالباطل من أجل أن يقبل، من أجل أن يقبل كلام الكاهن. نعم. ولا ما هو محبة للوحي، ما هو محبة، ولكن من باب التلبيس على الناس. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100؟ نعم، النفوس معلقة بالباطل، يصدقون 100 كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، 100 كذبة. نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، يعني الكهان. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات صفات الله عز وجل ومنها الكلام،
كلام الله سبحانه، ومنها بما شاء من إثبات المشيئة، ومنها ما جاء في الحديث من صفات الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات كما وردت، والجهمية والمعطلة ينفونها ويحرفونها ويؤولونها، وليس لله عندهم أسماء ولا صفات. نعم. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كان خوفا من الله عز وجل. نعم، أن ما يصيب السماوات ويصيب الملائكة من الرعدة والرجفة والغشي أنه بسبب كلام الله حينما يسمعونه، ففيه إجلال الله وتعظيمه، تعظيم كلامه سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا. أنهم يخرون يعني الملائكة يخرون لله سجدا، تعظيما له سبحانه وإجلالا له وخوفا منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. يكفي، نقف عند هذا، ويكون هذا الدرس نقف عنده إلى بداية الفصل الثاني إن شاء الله من الدراسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلام الله سبحانه وتعالى هل يقال بأنه صفة ذاتية فعلية؟ صفة فعلية. نعم. فضيلة الشيخ، صفة فعلية يفعلها إذا شاء، أما الذاتية هذه لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى يسبح بحمده؟ ينزهه، يسبح ينزهه بحمده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في الآخرة يرى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يرى الله جل وعلا في الآخرة، لأن الله يعطي المؤمنين قوة على رؤيته سبحانه. أما في الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله، لما تجلى للجبل جعله دكا. موسى سأل ربه الرؤية، فالله جل وعلا قال له: لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يرون بها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يستدل بعضهم على جواز التمثيل بقصة مجيء جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فكيف التمثيل اللي هو تمثيليات اللي في وسائل الإعلام وفي الهزليات، وفي يستدل بالحق على الباطل، على اللهو واللعب يستدل بذلك عليه؟ لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هل يجوز القراءة ورقية الجمادات ما دامت تحس وعندها خوف من الله؟ إيش؟ يقول: هل يجوز رقية الجمادات ما دامت تحس إذا تعطلت، يقول ما دامت تحس وعندها خوف من الله؟ كيف رقية الجمادات؟ ها؟ إيش معنى رقية الجمادات؟ جمادات ترقيه ولا نحن نرقيها؟ سؤال ما أشوف له يعني وجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم إيل، أم هو اسم ظني وليس ثابتا بيقين؟ ما هو بلغتنا هذا ليس بلغتنا،
لغتنا الله الرب الخالق، هذا في اللغة السريانية والعبرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، المعنى ذلك أن كل واحد يأتي الله سبحانه وتعالى وحده مستقلا عن الناس؟ إيه نعم، يقدم على الله وحده ويحاسبه، يقف بين يدي ربه ويحاسبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الرد على المشركين الذين يقولون إن السجود لغير الله لا يكون دائما حراما أو شركا، مستدلين بقصة يوسف وسجود أبويه له؟ لا إله إلا الله. سجود التحية يا أخي ما هو بعبادة، هذاك سجود تحية، وكان جائزا في الأمم السابقة، الملائكة سجدت لآدم، ما هو بسجود عبادة لكنه سجود تحية، وكان هذا جائزا ثم نسخ في الإسلام. لا يجوز السجود لأحد من باب التحية ولا الركوع له، هذا منسوخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أنه عند سماع صوت الرعد يقال سبحان من يسبح الرعد بحمده؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز إعطاء الكافر ترجمة لمعاني القرآن بلغته إذا طلب ذلك؟ وفي القرآن ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لكن كونه يقال عند السحاب عند البرق أو عند الرعد كذا يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز إعطاء الكافر ترجمة لمعاني القرآن بلغته إذا طلبها؟ الترجمة تعطى له لا بأس، أما نص المصحف ما يعطى المصحف أبدا، يعطى الترجمة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول هل صحيح أن هناك سنة مهجورة وهي أنه عند قراءة سورة الأعلى وعند الانتهاء من سورة التين يقول القائل سبحانك ربي الأعلى بعد قوله سبح اسم ربك الأعلى؟ لا دليل على ذلك، هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام أن هناك نافلة تصلى يوم الأربعاء في آخر شهر صفر، آخر أربعاء من شهر صفر. لا دليل على ذلك، وهو بدعة، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ لا تحيط به وإن رأته، فالمؤمنون يرون الله يوم القيامة لكن لا يحيطون به، فنفي الإحاطة غير نفي الرؤية. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة الجمعة إذا صلى الخطيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل المستمع يصلي عليه أيضا أم ينصت؟ صلي عليه ولكن لا يرفع صوته. نعم. قدر ما يسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز إزالة حبة الخال التي تقع فوق الحاجب مباشرة إذا كانت كبيرة جدا وتسبب تقول لي إحراجا، هل يجوز لي أن أزيلها بعملية جراحية؟ لا بأس بذلك، إذا كان هناك علاج لها عند الأطباء وعملية يعني تجميل
وإزالة التشويه لا بأس بذلك، أما بالعلاج الطب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل كتابة الدين هي على سبيل الوجوب؟ لا، هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، أمر إرشاد وإباحة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الجن ما زالوا يسترقون السمع من السماوات؟ وهل الوحي ما زال مستمرا والأوامر ما زالت مستمرة؟ لا، الوحي ما هو مستمر، قطع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يسمعون كلام الملائكة، يسمعون كلام الملائكة ويلقونه إلى الكهان، الملائكة ما زالت تتكلم في العنان وفي السماء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الوحي كلام الله سبحانه وتعالى، فهل يدخل في ذلك الحديث القدسي؟ نعم، هو من كلام الله عز وجل، لكن قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، يدخله ما يدخل الأسانيد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: المسائل التي تكون في آخر الباب، هل الذي كتبها هو المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أم هم الشراح؟ لا، اللي كاتبها الشيخ فقه الباب، هذه فقه الباب، هو اللي يقول فيه مسائل ثم يذكرها، فهي من الباب وهي فقه الباب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إمام مسجدنا من بلاد مجاورة وهو حافظ للقرآن، لكنه لا يعرف في التوحيد والعقيدة شيئا، وهو زاهد في طلب العلم، يقول: هل نصلي خلفه أم نذهب إلى مسجد آخر بعيد عن البيت؟ ونوفيها الإمام هذا ما ذكرش، لأنه في المملكة لازم تراجعون شؤون المساجد، تراجعون شؤون المساجد ما يجب تنظر فيه، أما إن كان في بلدكم هذا ما لنا عليه السلطة، لكن أنتم إذا انتقدتموه في شيء فنبهوه، فإن قبل وإلا فصلوا مع غيره نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرجعة عند الطلاق أو الرجعة من الطلاق، هل يسن الإشهاد عليها؟ لا، يباح الإشهاد عليها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت الظهر مع العصر جمع تقديم نعم. إذا صليت الظهر مع العصر جمع تقديم، فهل يدخل وقت النهي من حين انتهائي من الصلاة، أم يجوز لي أن أصلي النافلة إلى أن يؤذن العصر؟ لا، ما يجوز، إذا صليت العصر دخل وقت النهي، ولو كانت مجموعة مع الظهر في وقت الظهر يدخل وقت النهي، في حقك أنت لا في حق بقية الناس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك ورقات قد كتب فيها كلمة السور المنجيات، وكتبت هذه السور وهي الكهف والسجدة وياسين وفصلت إلى آخره، يقول: هل هذه السور وتسميتها بالمنجيات عليها دليل شرعي؟ اللي يطالب بالدليل اللي كتب هذا، منين جاب الكلام هذا؟ يطالب بالدليل، ما جاب دليل فلا عبرة بكلامه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت بالناس بدون وضوء ناسيا، ولم أذكر إلا بعد تفرقهم، فما الواجب علي؟ صلاتهم صحيحة، إذا لم تعلم إلا بعد السلام، نسيت ولم تذكر إلا بعد السلام،
أو صليت وأنت على غير طهارة وتحاسبك على طهارة وعلمت أنك ما انتبه على طهارة بعد السلام، صلاتهم صحيحة وأنت تتوضأ وتعيد الصلاة أنت وحدك فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل هل هو عام للجميع وجماعات المساجد أو هو خاص بمن يصليها منفردا؟ لا، هو اللي يصلي بالناس يرفق بهم ولا يتأخر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تأخير العشاء، لكن إذا رآهم اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام، صلى بهم في أول وقتها إرفاقا بهم. الإمام يراعي الجماعة. نعم. أما إذا صلى وحده أو مع جماعة يؤثرون التأخير فلا بأس أن يؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نويت أن أعتمر عن أمي، ولكن عندما لبيت في الميقات نسيت أن أذكر اسمها ولم أتذكر إلا في السعي. ما هو بلازم، ما دام أنك ناويها عن أمك تكفي النية ولو لم تتلفظ باسمها. نعم، تكفي النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: اعتمرت قبل شهر أنا وأولادي الاثنين، يقول، وهما صغار، فاضطررت أن أخيط لهم الإحرام خياطة حتى يثبت عليهم ولا تنكشف عوراتهم، يقول: فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت خطه عليهم يعني في شق، وخط الشق هذا خياطة عرضية، ما في بأس. أما إذا كان خطها عليهم يعني على جسمه لأجل أن تبقى على جسمه ولا يعني تسقط، هذا فيه فدية. أنت ألبستهم المخيط، هذا فيه فدية مخيرة، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة في الحرم توزعها على الفقراء. فالتصدق والذبح يكون في الحرم، وأما الصيام فيجوز في كل مكان، وأنت اللي تصوم، ما هم الصغار، أنت اللي تصوم عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح ما يذكره بعضهم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأن أخطاءهم قليلة لا تخرجهم من هذا؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، أشاعرة يقال لهم الأشاعرة، وإن كانوا يسمون الآن أهل السنة الأشاعرة، يطلقون على الأشاعرة. لا، هذا غلط. أهل السنة هم الذين لا يؤولون الأسماء والصفات، بل يثبتونها كما جاءت بمعانيها ويكلون كيفيتها إلى الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة بالخلاف يؤولونها، يفسرونها على كيفهم، وينفون حقيقتها عن الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان المؤمن إذا سمع كاهنا يقول كلاما أن يقول في نفسه: ربما بعض هذا الكلام حق، ويكون هذا من باب التفاؤل؟ هذا يروج على الناس، لا يقول الكلام هذا ولا يستمع للكاهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله في المسألة قال: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يقول: هل في ذلك رد على بعض الناس ممن يأخذ العلم من المبتدعة الذين يكذبون ويبتدعون، وحجة هؤلاء أنهم أحيانا يتكلمون بالحق؟ يعني يقيسونهم على الشياطين، ولا قياس طيب هذا، يقيسون هؤلاء على الشياطين،
هذا قياس صحيح وقياس ذم وقياس مدح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا مدرس، يقول ما حكم تعليق الصور التعليمية التي لذوات الأرحام التي لذوات الأرواح في المدرسة؟ لا يجوز هذا، حرام. تعليق الصور ما يجوز لا في المدرسة ولا في البيت ولا في المكتب، كل هذا حرام ولا يجوز، وهذا من تعظيم الصور واحترامها. ولا تدخل الملائكة في بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على فتحة في الجدار نمرقة لعائشة فيها تصاوير أبى أن يدخل، وغلظ عليها النكير حتى هتكت الستارة وجعلت فرشا تداس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كبرت مع الإمام لصلاة المغرب ثم تذكرت أني لم أصلي الفجر بعد، فهل أقطع صلاة المغرب وأصلي الفجر أم ماذا أصنع؟ أي نعم، إذا تذكرت قبل السلام بطلت صلاتك هذه وتخرج منها، فإن شئت أن تنويها للفجر وتكبر من جديد بنية الفجر فلا بأس. نعم. لكن تستمر عليها؟ لا، ما تستمر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل تقول إذا كان للمرأة شعر في وجهها فهل يجوز لها أن تأخذه وليس المقصود بذلك تقول الحاجب؟ وليس المقصود الحاجب، يعني لا تأخذ الحواجب. إيه لا بس، إذا كان الشعر مشوه، إذا كان الشعر في وجهها مشوه تزيله، ولا يعتبر هذا مثل أخذ الحاجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين في قوله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون، وقوله وقالوا من بعثنا من مرقدنا؟ نعم. يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين، أن الله قال عنهم هذا يوم لا ينطقون، وبين ما أكملت ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا ينطقون، يعني لا ينطقون بالاعتذار والتراجع عما هم عليه والتوبة مما سلف. وأما أنهم يعترفون بذنوبهم، يعترفون بذنوبهم. نعم. لكن ما ينفعهم اعترافهم في ذاك الموقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول كنا ونحن صغار وسفهاء نسرق من بعض البقالات والمحطات، فهل علينا شيء بعدما كبرنا؟ إيه نعم، المال ما ينظر فيه إلى الصغير ولا إلى الكبير، المال مضمون لصاحبه ممن أخذه صغيرا كان أو كبيرا، فعليك إن ترد هذه الأشياء إذا كانت معروفة ولها قيمة تردها، أو تطلب المسامحة من أهلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل حفظكم الله، يقول بالنسبة لسؤال البارحة عن الشخص الذي كان يعمل على سيارة تحمل الخمور وذكرتم أن هذا غير جائز، يقول إذا كان قد عمل بهذا العمل وتوفر الآن عنده مال وقد تاب، فماذا يصنع بهذا المال الذي تحصل عليه؟ يخرجه، يوزعه على المحتاجين، يخرجه ولا يتموله، وزع على المحتاجين تخلصا منه، تخلصا منه لا على أنه صدقه، وإنما هو تخلص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هذا رجل يقول هل يجوز لي إلقاء السلام على جاراتي من النساء مع العلم بأنهن من كبار السن؟ جاراته؟ نعم، من النساء. يقول جاراته ايش؟ سم؟
جاراته. اي جيران. جيران يعني؟ نعم. إيه ما في بأس إذا ما في فتنة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس القفازات والصلاة بها لا سيما مع وجود البرد؟ لا بأس بذلك، بس ما تمسح عليها، ما تمسح عليها مثل الجوارب والخفاف. نعم، تنزعها للغسل، وإذا غسلت ونشفت يديك تلبسها للدفء، صلي بها، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة حفظكم الله لاختلاف أهل العلم في مسألة ما هو الأفضل، السكنى في مكة أو المدينة، يقول: ما هو الراجح في ذلك؟ لا شك إن مكة أنها أفضل، مكة عند جمهور أهل العلم أفضل من المدينة، السكنى في مكة أفضل من السكنى في المدينة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وين الفرق بين التضعيف هذا؟ 100,000 صلاة إلى 1,000 صلاة فقط، ما في مقاربة، فمكة أفضل بلا شك. وإن كان بعض المغاربة يفضلون المدينة على مكة، لكن هذا مرجوح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع وليمة من أجل ختم القرآن؟ ما في بأس، من باب إظهار الفرح والسرور والاحتفال بختم القرآن، ما في بأس، تشجيع للخاتم وشكر للنعمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان هل هو نبي أو رسول؟ لقمان عبد صالح، لقمان عبد صالح، وليس نبيا ولا رسولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب على المرء أن يعيد الصلوات التي تركها، أو أن يقضي الصلوات التي تركها وإن كانت كثيرة؟ إذا كان باستطاعته قضاؤها يقضيها، أما إذا كانت كثيرة ويشق عليه قضاؤها فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة مستقبلا ويستغفر الله عما فات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقمت، يقول: أنا من أهل الرياض وذهبت إلى مكة وأقمت فيها أكثر من 4 أيام، ثم أردت أن أرجع إلى الرياض فصليت الظهر في الحرم، فهل لي أن أجمع العصر معها؟ كم مقام في مكة؟ أكثر من 4 أيام. لا، ما يجمع معها، لأنه انقطع الجمع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للحديث القدسي، هل له حكم القرآن من حيث أنه لا يمسه إلا المطهرون ولا يقرأه الجنوب؟ لا لا، ليس له حكم القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، ولا لأنه معجز بألفاظه، ما هو معجز بألفاظه، فله حكم الوحي من الله عز وجل، أنه من كلام الله، أنه من كلام الله، قد يكون متواترا وقد يكون